مغوريس تيفي سنتي فراتي وغفلي ضمان نقدر نمزدا يكتو نطي لدايرا وصفون الولي انتي زيوزو برهم مردي تير زين سير ثماجي يدم راي وعقن جي وان السونتر بمضال اضمان علي تواخذ منك غير الزاث لثغي وان تبغريف مركز الردم التقني للنفايات كان هناك اذا اختلاف من قبل البعض الذين يرون ان في هذا الموقع مشاكل وانه يلوث كل المنطقه كل الغابه بينما لاحظنا بعد معاينتنا اذا في الميدان وبعد دراسه كل التقارير وما قال لكم ما قدر ما اقتنعوش بالتقارير هذه اذا جئنا الى هنا ولاحظنا ان هذا الموقع هو الموقع الملائم في الجهه النظام مزداغ التمايقي في كناند الغيضان سنسيرا يقدم الولي وتولين بلي السونتر كي غادي يوي المضاره في تزمير سنسن عند غي دنان بلي الولي يسعى المسؤوليه مقرن فكره المضاره غادي يوي راهي كي يقدم سيان ارزاث C'est des propositions qu'il faut. C'est un problème de site. Nous ne sommes jamais contre la société, mais nous sommes pour la société de consensus réfléchi où toute personne dans cette région doit être consultée à part entière. Personne ne peut nous forcer la main. Depuis 2500 jours, à Saint-Guilassoual, même Goumkenni, il y a des décharges. Donc c'est un sérieux problème à la santé. Donc il vaut mieux un CET contrôlé, un CET à la sagesse, un CET à l'Maouna, à l'Dukli, parce que en tant que premier responsable de la commune, il y a des madara, il y a des décharges. Il y a des décharges, il y a des décharges, il y a des décharges. La commune de Karo, on sera une zone industrielle, une raquille qui va permettre aux citoyens de postes de travail. بالنسبه للمشاكل تاعكم تاع الشباب تاع ليراديكاسيون دي ديشارج سوفاج بالنسبه للمشاكل داسينيسمو هذه كل احنا واش رانا نجيو لهنا استاد اي كل مشاكل تاع الشباب احنا المشاكل رانا نجيو رانا نسمعوكم رانا نقراو اللافتات كونوا دي ميساج كيما هكا راهو الممثلين تاعكم تاع القرى هم يحضروا معنا الاجتماع يطرحوا لنا كل المشاكل هذه ان شاء الله كلها ناخذوها بعين الاعتبار هذه قيمة شوية مزداغ التماكي دا ونعتو دارت نسن ما ليس الحق مدبرة مزوار وغادي يرى في غير نسن على بعد منظرة بلي وهور نتسيدي لا دايرة وصفون ومخالف نراغا في 20 دايرة غيلان ذي تيزي وزوغ